سعادة وزير التربية والتعليم، نرحب فيك في قناة الأيام، وشفناك اليوم في مدرسة الهداية الخليفية في جولة استطلاعية على عملية توزيع الكتب اللي تصير لأول مرة قبل نهاية العام الدراسي. هل من تعليق بخصوص هذه الخطوة الموفقة للاقة استحسان أولياء الأمور؟ هو في الواقع احنا بدأنا في متابعة عملية تسليم الكتب منذ يوم أمس. اليوم موجود استلام الكتب الدراسية، والحمد لله الأمور تمشي بشكل سلس. توجد بعض الملاحظات، ولكن لابد أن احنا في الواقع نشكر جميع المدارس الحكومية لأنها يعني بذلت جهود استثنائية حتى الرمق الأخير، وعملية التوزيع تسير حسب الخطة المرسومة. طبعا من دون شك كم العمل كبير جدا، لأن الاستعداد لهذه المرحلة يعني تستغرق تقريبا 7 شهور من التخطيط في وزارة التربية والتعليم. فمثل هذا العمل بالكم من المطلوب من العمليات لابد أن تحدث هناك بعض الملاحظات. فأنا عندي بعض الملاحظات واستلمنا بعض الملاحظات من أولياء الأمور، ولكن في الواقع الشكر والتقدير للمدارس الحكومية على هذه الجهود التي بذلتها، وإن شاء الله العام القادم أيضا. اليوم يعني إحنا لأول مرة ننفذ عملية توزيع الكتب في هذا الوقت المبكر وحتى قبل نهاية العام الدراسي. العام القادم إن شاء الله العملية تتحسن، حتى نسبة الكتب إن شاء الله فيما يتعلق بالمستعمل في مقابل الجديد أيضا تتحسن، وهناك خطة تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشكورين لتطوير هذه العملية. وكل الشكر في الواقع والتقدير للكوادر التعليمية والإدارية التي نفذت الخطط المرسومة على الوجه الأكمل.